هي الفرسان الثلاثة. تعال يا مومو يا قذر. بس جاهز، دي ما كانتش فكرة كويسة. المعرف ده تمام. اهلا ريكي. بندانة هارب اهي. ايه الفوضى دي؟ ايوه فكرت في كده برضو. شكرا يا ديك، هعرف رجال الدن. انا جبت حاجات كويسة. باز، ايه اخبار حياة المخيم؟ طيب طيب، هملى البنزين تاني. أنا هنا لو محتاجني. سلام يا ديك. From your way, you don't understand me or how I operate. I'm not gonna lie, I just want to die. I'm not over and over with you. If you ديكن سانت جون، ازيك؟ من شهرين كنا في كريزي ويلز بنحاول نجيب اكل، افتكرنا ان المكان لسه في حاجه. سانت جون، انت هناك؟ انا اوبراين. استنى اوبراين، انا قرفت من الشغل الزفت بتاعك ده. عندك اخبار ليا ولا لا؟ اقصد ماشي، عندي اخبار. تمام، ايه هي؟ انا عايزك في مهمه واحده اخيره. هو انت سمعت اللي انا قلته؟ انا زهقت من ده. مهمه واحده اخيره، بعدها هقابلك شخصيا وهتشوف اللي عندك. انسى. تاني اسم ليها كان ايرين، صح؟ ساره ايرين ويتكر. ده اللي مكتوب على الاستمارة.
مهمة أخيرة. مهمة واحدة أخيرة. بعد لك تفاصيلها. معاك أوبراين. أهلا. هاي. أنت مستعجل مثلاً؟ أيوة. فاكر الوغد اللي قلت لك عليه اللي اسمه أوبراين؟ واضح إن عنده أخبار يقولها لي، بس في حاجة أخيرة لازم أعملها له الأول. أيوة. تمام. لازم تيجي معايا. فعلاً؟ لا. سكيزو كلفني بمهمة إني أوفر النبات للكل. انسى يا سكيزو، هنزلك بعدها على طول. إمتى آخر مرة شفت فيها هليكوبتر؟ أنا هقوله إنك أكبرتني. ما بتقدمش أبداً، صح؟ بسأل نفسي دايما هنروح فين؟ عند بحيرة ميلاكوا، عارف مكانها؟ أي حاجة. أيوة دي شمالنا فأراج جنب طريق والدو. هنعمل إيه هناك؟ هتكون مروحية نيرو على الأرض بتخلص أيا كان اللي بتخلصه، وأوبراين عايز نشوف بيعملوا إيه. هو أوبراين يعني شغلته إيه؟ قائد مهام؟ مدبر؟ لا، خبر البوزر. انت عارف ليه احنا هنا؟ بسأله خلاص. الامر كان طلب منك تنط وانت سألته عن الارتفاع. الموضوع مش كده. اخبار الدنيا ايه؟ مش وحش. الامور كانت اسوأ في حياتي. بالحقيقة ما عنديش مانع ان اشتغل في المزرعة واشيل الحشائش والزبالة. بفتكر ايام الطفولة كنت متعود اروح مزرعة عمي اللي جنب ايديان على حدود ايدا. هو كنت بقضي الصيف شغال في طول البنجر. كان عنده موتوسيكل صغير كنت بتحرك بيه، وهناك اتعلمت السواقه. خد بالك انا هناديك ببال المزارع. لما نوصل للموقع خليك جنبي مهما حصل، و بس ما تخليهمش يشوفوك، هيتبسطوا لما يقطعوك. تمام تمام فهم. خليك زي ما انت ووطي صوتك عشان ما تموتناش. شكرا انك جبتني معاك يا ليك. كويس اني اخرج تاني او اني اسوق موتوسيكل، فاهمني؟ ها ايوه. طيب خليك قريب، انا في ظهرك. ما سمعتش عنه من فتره. ايوه عايز المنطقه تتامن حالا. بلغوا لي لما يتم الإخلاء. مش مصدق، ما توقعتش أشوف واحدة من دي تاني. أقصد وهي طايرة. طيب راقبهم، الجنود بيخرجوا وبعدين يأمنوا منطقة الهبوط، وبعدين يجي العبقري باحث أو عالم أو أي كان يخرج ويستكشف المكان. انا شايفه حاجات علميه بيعملوها هنا، انا هعرف ازاي. طيب هستنى هنا. بيتهيألي شفت حد.
لحظة ميدانية 20102 بعد تحليل العينات العضوية من المناطق 2 و3 و4 به في أثر واضح لوجود نبات كلاتونيا بروفيليتا. إيه ده؟ هو مشهور بالخص الهندي. محدش يقدر بالإضافة لحبة موجنة من العرار الشائف. وإحنا مهتمين ليه؟ علشان تجمعي فضلات مسوخة. بالظبط. تمام، كفاية كده. لحظة ميدانية 20102 بعد تحليل العينات العضوية من المناطق 2 و3 و4 به في أثر واضح لوجود نبات كلاتونيا بروفيليتا. إيه ده؟ هو مشهور بالخص الهندي. محدش يقدر بالإضافة لحبات مهجنة من العرار الشائع. وإحنا مهتمين ليه؟ مهتمين؟ ده معناه ان المصور بياكلوا اكتر مننا. بياكلوا الحبوب والنباتات والعشب والمواد الصلبة وحاجات كتير. اي حاجة بتاكلها زيادة. علشان تجمعي فضلات مسوخ. بالظبط. تمام، كفاية كده. ملاحظة ميدانية 20102 بعد تحليل العينات العضوية من المناطق 2 و3 و4 به في أثر واضح لوجود نبات كلاتونيا بروفيليتا. إيه ده؟ هو مشهور بالخص الهندي. محدش يقدر بالإضافة لحبات مهجنة من العرار الشائع. وإحنا مهتمين ليه؟ معناه ان المصور بياكلوا اكتر مننا. بياكلوا الحبوب والنباتات والعشب والمواد الصلبه وحاجات كتير. اي حاجه بياكلها الغزال. هي فصيله شبهنا بس عندهم معده ممكن تهبط السليلوز على نطاق اوسع. ايوه تمام، وبعدين؟ ده معناه انهم مش هيموتوا من الجوع بعد
أرجع للموتوسيكل. سمعت أي حاجة على اللاسلكي بتاعي؟ شيء غريب جدا، بيدفعوا كتير ويجمعوا أغراض المسوخ. أيوة قلت لك، هما بيعملوا إيه وليه؟ أكيد عندهم قاعدة في مكان قريب. ها؟ مرقبتهمش؟ أيوة، هما دايما بيستخبوا ورا الجبال ناحية الجنوب بسبب زحمة الطريق، بس ما أقدرش أقرب منهم. شوية سفلة، هيبقى في حاجات كتير يجاوبوا عليها. أيوة. هنروح على فين؟ سؤال كويس. أوبراين أنت سمعني؟ رد يا أوبراين. أنا هنا. خلصت؟ أيوة حصل. هقابلك فين بقى؟ ما توقعتش أنك توصل بسرعة دي. هبعت لك الإحداثيات دلوقتي، بس هاخد شوية وقت عشان أوصل هناك. أوبراين حاول. يا خبر، هو فاكر إن أنا بعمل إيه هنا؟ استنى، عندك حق في حاجة واحدة، أسلوبه مبين إنه مش سهل. استنى هنا، مش عايزه يتوتر لما يعرف اني جبت حد معايا. تمام، هراقب الموتوسيكل. شفت اللي يكفيني من اغبياء نيرو في يوم واحد. طيب هرجع. أوبراين قال ان عنده اخبار، عارف اسم باباها ايرين. مش ممكن تكون عايشه، بس هو عايش ليه هي لا؟ ها، اهو هناك. يا خبر، لازم تبطل تعمل كده. معاك ايه؟ ماشي، بص هقول لك الحقيقه مع انها مش حلوه. لقيت حد قادر يفحص شويه الملفات اللي تعودوا يحتفظوا بيها، مع ان كان في سجلات. تمام يا أوبراين. ايا كان، ساره ويتكر مراتك هي اللي دخلت وحده الجيش العلاجيه في المسطحات اللي جنب سيلفر ليك، ومكتوب انها عملت عمليه لست ساعات واتنقلت. تمام، نجيت من الجرح. نجيت كويس. ايوه مكتوب في السجلات انها خفت خالص، وبعدين اتنقلت لمعسكر تاني في ضواحي الشمال. طيب يعني ممكن تبقى عايشه حتى بعد كل الوقت ده؟ ممكن تبقى عايشه؟ لا. يعني ايه لا؟ المكان كله اتدمر، كل حاجه كانت متدمره، وما كانش فيه اي ناجي. انت نجيت وهم استنى, استنى استنى استنى، ما كانش في حاجه بتحمي المعسكر، فاهم؟ الطريق 97 كان ولسه
مليان بمصابين، مسوخ من اول لوس انجلوس لحد الخليج، ومن ساكرامنتو كان مليان بالالاف والالاف من المسوخ. ما قدرناش نعمل حاجه. انا فهمت، يعني انت هربت. مين جه معاك؟ ناس من نيرو ومسؤولين وناس بس كده. افراد النيرو المجندين، الافراد المسلحين، الضباط اللي المفروض يحموا المدنيين. انا عارف كل حاجه عن الحشود يا ابراهيم. يعني انت عارف ان ما كانش في ايدينا حاجه. عارف كنت تعمل ايه؟ كنت تجيب شويه معاك، كان ممكن تنقذ ناس. ما كانش في امل، ما كانش في اي وقت، ما كانش في اي فرصه، فاهم؟ وقت ما وصل الحشود كانوا اتقلبوا خلاص على بعض. لا فهمت. أنا آسف على موضوع مراتك وعلى كل حاجة حصلت، بس أنت لازم تفهم، لو مكنتش ركبتها معايا اليوم ده كانت أكيد هتبقى ميتة. أنت عملت الصح. ولو كنت قررت تستنى فالحاجة الأكيدة هي إنك كنت هتبقى ميت معاها. أنت فاكر إني مش فاهم؟ أوبراين، شكرا إنك أنقذتها في الليلة دي. يعني انت اسف بس كده يا اوبراين؟ انت اسف؟ الموضوع كله كان زفت تضيع وقت. بوزر، يخرب بيت كده يا بوزر، انت رحت فين؟ مستحيل. طيب بوزمان رحت فين؟ اثر جزمة اكيد هو. هو ده. محتاج دول. ايه ده؟ ماشي، فين؟ من هنا. ديك انت لسه هنا؟ معك ريكي. ديك ان سان جون. ايوه يا ريكي، انا هنا. ازيك؟ سكيزو سأل عنك وقال ان بوزر ما جاش الشغل فقلقت. لا لا لا، احنا بخير، كان عندنا شويه حاجات لازم تخلص. بلغي سكيزو ان احنا هنرجع في خلال ساعه. تمام. هاي انا مستعده ارجع هناك تاني واصلح المحاوله. انت سامعني؟ ايوه صح. طيب بس وبيقولي لي امتى هتيجي؟ قدرت احس بالميه السخنه، هستمتع بالدش ده على طول. ايوه طيب ده شكله. ريكي اسمعي، انا لازم اتحرك. ديكن حول.
من هنا. اوه يا خبر بوزر، ايه ده؟ قمبي صادوا كلاب. علم اهلك لسه ما تعداش. ده الزفت، مجرد كلب بيصطادوا ويموتوا الكلاب القوية. مفيش حاجة. لا لا، ما ينفعش ما ينفعش نسيبه هنا يا ديك. لا ما ينفعش ما ينفعش نعمل كده. هنا هنا، خليني اعمل ده. حقيقي انت تقدر. ولد شايف تمام تمام. يا خبر يا ديك، مش مشكلة. بس قلتلك انك تمام. ما تخافش يا صاحبي، ارتاح. خليك واحد. انت جاهز؟ جميل يا صاحبي، انا مستعد. انت بتعمل ايه؟ رأيك كده؟ خليه يرتقي. حقير، خليه يرتقي. لازم احط ذخيرة. انت كويس؟ ايوه، دي اخر مجموعه منهم. شكلك فقد الامل. انا بكره الاغبياء دول، فهمني. ايوه صح. يلا نمشي، خلينا نخرج من هنا. ايه اللي حصل؟ كان شكلك مش عارف، كان شكلك تعبان. انا مش عارف، بيتهيأ لنا. بس كنت عايز انتقم من الاغبياء دول، لكن مهما انتقمت مش هشفي غليلي، فهمني. لو ما عملتش ده عشاني، لدراعي اقصد، مش هعرف كنت هكون فين. اقصد يعني، كان قصدي انت فاهمني مش كده؟ تبقى كويس. ايوه، بيتهيألي ما عنديش اختيار، ولا انت كمان صح؟ طيب يلا بينا. انت موتوسيكلك ايه؟ ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ انت عارف قصدي، قال ايه اللي ببدلة الفضاء ده؟ مش مهم، يلا بقى انجز. بوزر، انت ما ينفعش تعمل ده فعلا دلوقتي. حقيقي؟ انت فاكر اني احتاج حاجة اكتر عشان اضربك؟ ما تنطق ليه؟ انسى بجد ايه اللي حصل لسارة. ها؟ فين مراتك يا ديب؟ فين مراتك؟ خليك تحت يا صاحبي. زهقت؟ فين مراتك يا ديك؟ ماتت يا بوزر، سارة ماتت. ايوه، هي ماتت من فترة كبيرة، وانت مش شايف انك حزنت عليها فترة كبيرة؟ مش قادر. الخطاف ده قوي جدا يا حقير، يا حقير. ايوه، ده السلاح الوحيد. يلا بينا. مش قادر. انا لازم ارجع للشغل بسرعه، المعسكر مش هياكل نفسه. هو ده السلاح الوحيد، لكن برضو ضربتك بيه 3 مرات ورا بعض. محرج جدا. هنروح فين؟ هنرجع المعسكر. لا لا، لسه لازم اشتغل وردية، وصلني هناك.
هو شمال معسكر شيرمان. تمام. هنروح فين؟ هنرجع المعسكر. لا لا، لسه لازم اشتغل وردية. وصلني هناك، هو شمال معسكر شيرمان. تمام. كانش في حد يقدر يعمل لها حاجة، لا انت ولا غيرك. كان لازم اكون هناك. وده كان هيفيد بايه؟ خلاص انسى الموضوع، خلص. يسكيزو انت هنا؟ معسكر لوست ليك. يسكيزو. ايوه ايه الاخبار؟ دخلنا في خناقه مع ثانيه. هو فين اخويا؟ ده ما جاش الشغل النهارده. وده اسميه ايه ده؟ ممكن تخرس وتسمعني؟ انا كنت بوصله لحد مكان الشغل وهجم علينا ممزقين. مش معقول. فين؟ بره معسكر روك. لازم تقول لايرون مايك ان كارلوس جاي في السكه ومحدش هيوقفه. تفتكر انا عمال اقول له ايه؟ بقالي شهور. ايوه هعرفه. احنا رايحين ناحيه تومولو دلوقتي. بوزر هيكون في الموقع بعد دقايق. كويس، عشان هو مديون المعسكر بنص ورديه بدل الشغل الفوري. اسكت يا سكيزو. بقول لك يا ديك، معسكر روب تقريبا في الاتجاه المعاكس لتمام، مش كده؟ احنا خدنا الطريق الزراعي. حول. متخلف. يا خبر يا سكيزو. حاجة تعرف. يلا يا جماعه، يلا كملوا شغلي، كملوا. لو ما اشتغلناش مش هناكل. قلت طيب. هي كده. انت لازم نجيب المحاصيل دي. لو شكرا على التوصيله. هنموت من الجوع. اي خدمه.
للوست ليك. ردوا. ديك انا سامعك. مايك كويس. انا وبوزر كنا في معركه مع شويه ممزقين. هم ممزقين؟ مش مصدق. انتوا عديتوا الايرون ريتش؟ حذرتك يا ديك. ممكن تسمعني بس؟ لا يا مايك، كانوا هنا في معسكر روك. معسكر روك كان في ممزقين في المعسكر؟ اكيد هم ممزقين. انا متاكد من ده. يا خبر يا مايك. ايوه صعب نتعرف عليهم، انت عارف الجنان بتاعهم وقتلهم لاي حد بيشوفوه. طيب اهدى بس. دلوقتي عندنا مفاوضات مع كارلوس. سكيزو هيطلع على ايرون بيوت بكره وهيشوف ايه اللي بيحصل. وبعدين استنى، هتبعت سكيزو عشان يتفاوض مع كارلوس؟ معقوله يا مايك؟ ما تقوليش ازاي ادور معسكر يا ديك. زي ما قلت لك المعاهده هتفضل قائمه. صح، اتكلم براحتك يا مايك، براحتك. اسكيزو كان صح، انت هتقتلنا كلنا. ديكن سنت جون معاك لوست ليك. ايوه يا مايك انا ديك. سمعت انك خلصت على حال، كان نفسي تجيبه عايش للمحاكمة. طيب انا اسف يا مايك، خلينا نقول ان المسوخ ليهم رأي تاني في الموضوع ده. انا بيتهيألي لا، بس برضو بيتهيألي لا، بس برضو بيتهيألي ان دان لين ما كانش يستحق يتضرب على اخوانها. فهمت قصدك. سلام يا ديك. ايرون مان يتحول. مفيش احسن من الخردة. Mm-hmm.
ماشي معانا ايه هنا؟ انت بتاعي دلوقتي. لازم ابص عن قرب. ماشي خلينا نشوف ايه اللي بيحصل هنا. لقيتك. اهلا تاك، عندك شغل ليا؟ هعدي عليك لما الاقي فرصه. ديك نحول. وايه ده اللي حصل هنا؟ يا ترى في اي حاجه سابوها هنا تستحق المجهود ده كله؟ ديك انت فين يا صاحبي؟ ايه يا بوزر، انا رايح لماريون فوركس. ماريون فوركس؟ وده ليه بقى؟ عشان قررت، وده زي ما انت قلت، انا زعلت عليها لفتره كبيره قوي. دلوقتي وقت الوداع. هو انت رايح هناك؟ ما اعرفش. ايوه يمكن. مش مصدق يا ديك. دي اخر مره يا بوزر، انا باكد لك. ديك نحول. بوزر انت صاحي؟ انا ديك. اكيد هو نايم. ديك ده انت؟ اوف اسف يا صاحبي، ما كنتش اقصد اصحيك. صاحبي بعد يومي الطويل بروح في النوم اول ما احط راسي. ايه اللي بيحصل؟ كنت بس بطمن عليك يا صاحبي، اتاكد بس انك فاهم. ما خرجتش بالليل تتمشى مثلا مع الحشد؟ ايه ما تقلقش عليا، صوتك بيقول ان انت اللي بتتمشى بالليل. بقول لك انا لازم انام شويه، نتكلم بعدين. حاول. خلصت. ديك انا كوبلاند، ايه اخبارك؟ عندي مهمه ليك. كوب اهلا. تمام ماشي، هشوف لو انا فضيت. ديك نحول. إذاعة أوريجون الحرة، الحقيقة تخليك حر. هي نيرو عايزة إيه؟ هم اختفوا من سنتين ورجعوا تاني وسط صوت المدافع. ما تحاولوش تعرفوا السبب، لأنكم ممكن تموتوا، وكمان إحنا عارفين إيه سبب رجوعهم. أنا بشوفهم بيتسحبوا حوالينا، فاكرين إنهم يعرفوا الغابات دي أكتر مني. هم بيعملوا حاجة بالمسوخ، بيراقبوهم، بيدرسوهم، بيتابعوهم، وبياخدوا ملاحظات عنهم. انتوا عارفين ليه؟ علشان يجمعوا معلومات، علشان يعرفوا محتاجين قد ايه وقت علشان يموتوا من الجوع. في الغالب بيحاولوا يعرفوا امتى ممكن يخرج المسؤولين من مخابئهم السرية علشان يرجعوا لمناصبهم القديمة في السلطة. مرة واحدة المسوخ يقفوا معانا. كل ما الطول مدة وعدهم، كل ما المدة الطول للمسؤولين في سجنهم. يمكن ما نملكش العالم دلوقتي، لكن بسبب المسوخ المسؤولين كمان مش ملكين العالم. معاكم مارك كوبلن من إذاعة أوريجون الحرة. ما تصدقوش الإشاعات. مرة تانية يا كوب، أنت ما تعرفش أي حاجة. المسوخ مش في صف أي حد، والعالم أيوة هو ملكهم فعلا.
أهلا، أنا تاني. آه، لازم أقولك إن اللي بيحصل هنا عجيب. فاكرة الليلة دي في فيرويل؟ أيوة تمام، محدش يقدر ينسى الليلة دي أبدا. وأوبراين من منظمة نيرو لسه عايش. تمام، هو حي. تمام، أنا أعترف إن أنا افتكرت اللحظة، أنا فكرت إنه ممكن تكوني لسه عايشة. وده بيخليني أحس بالغباء إني أجي هنا طول الوقت، وأنا لسه حاسس بالغباء علشان أنتي ما موتيش هنا أصلا. بس أنا بعتذر جدا على عدم وجودي معاكي لما عملتي عملية جراحية، ولما خرجتي بعد 6 ساعات وقال أوبراين يخبر كنت على طول محاربة. أقصد كان لازم أكون معاكي لما اتملى معسكركم، كان لازم أكون موجود. طيب، على أي حال أنا أفتكر إني قلتلك إن بوزر فقد دراعه بسبب الممزقين، كان الوضع سيء ولسه في معسكر لوست ليك، ويظهر إنه شكلنا كده هنقعد هنا شوية. تمام، أدينا هنا. هو لسه شخص مزعج، قصدي انت عارفه اللي بيعمله، لكن شرب كتير اليوم ده وقرر يرجع البيت ماشي. كان لازم تشوفيه. انا مش عارف، انا قلقان عليه. ماشي، لازم امشي. ايوه هرجع تاني. سلام.